كما لو صلى في ثوب حرير، صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير، هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟ قالوا فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة لأن هذا شيء غير منفك. لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، فقال لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة، فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام. وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة. نعم.